عمالي بقول لو هاي السيجنال فولتج الاصليه اللي هي اف اذا بدكم خلينا نسميها في انها فولتج وعندي هون فولتج سورس وله سيجنال عجيبه بس هو بيريوديك هذا الفولتج سورس بيريوديك وهي له بلس وله ماينس وهذا راح اسميه في اوف اوميجا تي شوف راح احط هون ثلاث شحطات ايش يعني ثلاث شحطات انه ايكويفالنت ايدنتيكال ايش هاي البطاريه اللي حطيتها هون بطاريه دي سي شو لازم يكون قيمتها بقيه الفولتج سورسز كيف راح اشبكهم معهم ان سيريز اذا بحط هون وهذا ايش لازم يكون كوساين اوميجا تي كوساين 2 اوميجا تي كوساين 3 اوميجا تي وبايش هذا الكوساين مضروب في اي 1 اي 2 اي 3 راح احط نقاطهم بس يخلصوا هذول الكوساينز ايش راح اضيف كمان ساينز فراح اجي احط اول ساين اللي هو ساين اوميجا تي وايش معامله بي 1 والساين الثاني B2 ساين 2 أوميجا T إلى آخره لو إجا واحد اطلع على الطرفين هدول وشاف السيجنال وبنفس الوقت راح اطلع على الطرفين هدول وشاف السيجنال بدون ما يشوف شو في ورا السيجنال هل بيقدر يميز هدول؟ لا فكأني أنا عاد خلق هاي السيجنال بإني إيش عملت؟ جبت فولتج سورسز عددهم كبير مظبوط بس راح نشوف بعدين كيف نخفف من الهاي عددهم كبير من هون فيهم الدي سي كومبوننت هلا اذا اصلا هذه اي سي سيجنال شو راح يكون هذا الباتري زيرو وراح يكون فيها كوساينز وساينز شو الفريكوانسيز تبعت هدول راح تكون بس مساويه او مضاعفات ما بصير يطلع عندي شيء هون نص الفريكوانسي هاي بصيرش يطلع عندي شيء هون خمسة ونص ضعف الفريكوانسي اللي هون لازم كل الفريكوانسيز اللي هون شو تكون من مضاعفات الفريكوانسي هاي فاذا هاي كانت 50 هرتز شو لازم اشوف هون يعني مثلا لو كان هذا له 50 هرتز رغم انه هو مش ساينوسويدال بس له فريكونسي 50 هرتز لانه ايش قلنا هاي السيجنال لازم تكون لازم تكون بيريوديك وما دامها بيريوديك مش لها فريكونسي لو هاي 50 شو راح يكونوا هدول الفريكونسي طبعا 50 اف انا بحكي مش اوميجا لو بدي اطلع اوميجا شو بضربها 2 باي فهاي راح تكون 50 هرتز وهاي راح تكون 100 هرتز وهاي راح تكون 150 هرتز وهدول كلهم ايش لازم يكونوا ما عدا ايش شو لازم يكون شكلهم كلهم ساينوسويدلز من هون وهاي نفس الشيء راح تكون 50 هرتز وهاي 100 هرتز الى اخره اللي بتطلع من هون ومش شايف شو في ورا التيرمينلز ولا يمكن يميز بين هدول التو تيرمينلز وهدول التو تيرمز راح يشوف نفس السيجنال بالضبط اذا انا شو استطعت اعمل شو استطعت افكك هاي السيجنال فككتها للكومبوننتس تبعتها وكلهم يا اما دي سي اللي انتم عرفتوا تتعاملوا معاه مش هيك وين اخذتوه في ماده الكتريكال او تتعاملوا مع ساينوسويدال سيجنالز وكمان اخذتوها.